أرى كثيرا من الناس الذين يظهر أنهم ملتزمين ليس فقط للفرائض بل وللنوافل والأمور المستحبة كالذكر بعد الصلاة مثلا والتسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك، فأرى بعضهم حينما يريد أن يعمل بقوله عليه السلام من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا حديث صحيح ورواه الإمام مسلم في صحيحه. حينما يريدون العمل بهذا الحديث ترى بعضهم لا يكاد يبين بلسانه عن تسبيح الله وتحميده وتكبيره، فماذا تسمع؟ رأيتم كما رأيت أنا أظن، لست وحدي يعني في هذه الدعوة. أشمهم الآن هذه ماذا نسميها السبسبيس ثم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا ليس تسبيحا وليس تحميدا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بلحظات بثواني انتهى من 100. هذه 100 من جاء بها ما أجرها؟ غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولو كان الإتيان بها بهذه البسبسة حاشا لله، إنما يجب أن يتأنى فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله إلى آخره. لا أريد بما يأتي من كلامي التالي أن أصد الناس عن التسبيح 33 وما جاء في بقية الحديث، وإنما أريد أن أقرب إليهم ما هو أفضل لهم شرعا وأيسر لهم عملا، أفضل لهم شرعا وأيسر لهم عملا. وأظنكم ستسمعون هذا الحديث لأول مرة أو على الأقل بعضكم، وهو حديث هام جدا، وهو حديث صحيح أيضا أخرجه الإمام النسائي والحاكم وغيرهما عن صحابيين بسندين صحيحين، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام شخصا يسأله ما الذي علمكم الرسول عليه السلام؟ قال علمنا سبحان الله، وذكر هذا العدد الذي سبق بيانه في الحديث السابق. فقال ذلك الشخص للرائي في المنام قال اجعلوهن 25، اجعلوهن 25، يعني قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فبدل ما يعد الإنسان 100 وحدة رح يعد إيش؟ 25 وحدة، والخمسة وعشرين وحدة بده يضطر أنه يتباطأ في العد، ما بيقدر يسارع المسارعة هذه التي نستنكرها أشد الاستنكار. فهو مهما استعجل بسبحان الله، لأنه في بعض منا والحمد لله، مهما استعجل ما راح تطلع منه إلا أكمل مما لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، متى دون اللي بيذكروا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبعدين بيسحبوها سحبة ما بتسمع منهم إلا إيه الله 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 إلى آخره. فوقاية لهؤلاء المستعجلين بعد الصلاة في التسبيح والتحميد المذكور في الحديث الأول، عليهم أن يجمعوا بين الأربعة ويقولوها 25 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، وهذا أفضل بدليل تمام الحديث. ذلك الرأي رأى مناما، قد يكون هذا المنام أضغاث أحلام وليس له تفسير
لأننا لسنا نعلم بتأويل الأحلام. لكن هذا الرجل الرائي للرؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه فافعلوا إذا. هنا يرد سؤال ثقي، هل هذا نسخ للحديث الأول 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة آخرها التهليل وحده؟ لا، ليس نسخا وإنما تفضيل. فإذا جاء المصلي بالثلاثة وثلاثينات هدول بعد الصلاة بالتأودة وبروية ما في مانع منها، لكن الأفضل له أن يجمع الأربع في 25 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، هكذا 25 مرة، بيكون أفضل له من ما جاء في الحديث السابق.